لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، التحالف الدولي يخلي قاعدة بسمايا ويستعد لمغادرة قاعدة التاجي. في صحيفة الزمان، العمليات المشتركة، قوات عسكرية تفرض السيطرة الكاملة على 14 منفذا بريا وبحريا حدوديا. في موقع الترا عراق، عداد الجائحة 2862 إصابة جديدة في العراق والمئات في الإنعاش. في موقع عربي 21، تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة بتونس. في صحيفة القدس العربي، وزير الخارجية الألماني ينتقد التدخل المصري في ليبيا. في صحيفة المونيتور، الجزائر وتونس على هامش الدبلوماسية الإقليمية بشأن النزاع الليبي. وفي صحيفة لوفي جارو الفرنسية، على سواحل سرت حرب معلقة. السلام عليكم. انطلاقا من طفرة الوعي التوعوية أو النوعية التي حققتها انتفاضة تشرين وما تمخضت عنها من أحداث ونتائج، أحاول هنا أن أطرح بعض النقاط المفصلية التي تمس تطوير فاعلية الحراك الشعبي العراقي واسترداد زخمه وتحريره من حالة الركود بعدما توقف بسبب الأوضاع الصحية الحرجة غير الآمنة، حتى يستعيد المعارضين صحتهم وقوتهم، ومن ثم مواصلة نضالهم السلمي والانخراط في تقويته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة. بشار حاتم يكتب في موقع الترا عراق عن سبل دعم ثورة تشرين العراقية. يمكن القول أن الحراك الشعبي العراقي حقق الخطوة الأولى، وهي الدفع بثقافة العقل المحتج إلى الواجهة وتحويلها إلى عرف اجتماعي. وما يحتاجه الحراك في مستوى تطلعاته هو القوة التنظيمية الحاسمة والاستراتيجيات الناجحة التي تبقيه في خانة الاعتراض المجتمعي. وتحول الاعتراض ضد فساد السلطة إلى نمط حياة يحظى بمقبولية شعبية واسعة النطاق. ومن المهم عدم تطير التظاهرات وإبعادها بأكبر قدر ممكن عن شراء الذمم والقيادات الانتهازية الموالية للسلطة. وما يجب أن يطبقه الحراك الجماهيري العراقي هو رفض الهيمنة الخارجية بكل صنوفها وتدخلاتها، وعدم التعاطف مع أي طرف، وإعطاء الأولوية للقضية الوطنية الداخلية دون سواها. وما يجدر ملاحظته دائماً هو تحديث الأفكار التوعوية بين صفوف المحتجين ونقد الأخطاء بشكل مستمر للحفاظ على طابع الحراك السلمي والحضاري، والأهم الصبر وعدم التسرع والتحلي بالحكمة والروية حتى بلوغ الأهداف المنشودة وتأسيس لمشروع حراك مجتمعي تقدمي مترابط وثقافة تظاهر تستمر بالتنقل عبر أروقة الزمن مع الأجيال القادمة، ثقافة قادرة على تحصين الدولة وحفظ كرامة مواطنيها وتحريرهم من عقلية الخضوع والاستسلام للجلاد. من الأشياء المهمة التي يحتاجها الحراك أيضاً هو إجماعه على المطالب المصيرية والضرورية لإصلاح نظام الدولة، ويجب أن يرفع الحجج الواضحة والمنطقية التي تحدد الهدف الرئيس والموضوعي للحراك الشعبي. ومن المهم أن تقوم لجنة داخل الحراك بكتابة برنامج مختصر مطبوع يتم توزيعه للجماهير وللمهتمين، ويكون مكتوباً بلغة رصينة، ويتم فيه ذكر عيوب النظام السياسي بالتفصيل واستخدامه كسلاح، مع طرح الحلول الإصلاحية المناسبة التي تعبر عن وعي أصحابها التام بالمشاكل التي تعيق النهضة. هي سنوات عشناها ونعيشها، وما زلنا نرسم صورة في الخيال عن عراق نحاول أن نحيا في كنفه بسلام. ما زلنا نحاول بعد كل هذه السنوات نعيش مع كل المآسي والانكسارات الحاصلة، على الرغم من أن العراقيين كانوا تواقين لحياة أفضل من سابقتها. عن عراقي بعد عام 2003 كتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى. ما إن تغير شكل النظام وأركانه على يد الاحتلال الأمريكي عام 2003، ها
حتى تطلع البعض أملاً أن يكون الحال أفضل والكل تواقة لتغيير الأوضاع والتفكير والتوجه من خلال التجربة التي كان يحلم بها المواطن العراقي. بالنتيجة شهد العراق هجرة عكسية كبيرة، فكل الدول التي تتعرض إلى احتلالات وحروب نرى أبناءها يتركونها خوفاً على أنفسهم، إلا العراق فقد شهد عودة كبيرة من أبنائه الحالمين بالوطن الجديد الذين كانوا يحاولون أن يعيدوا رونق هذا البلد. كان الجميع يتطلع إلى العيش كأقرانهم من دول العالم، أن تكون لهم حياة كريمة خالية من الخطر والتهديد، خالية من الخوف على الأبناء والإخوة، والنفس خالية أيضاً من الحيطان التي لها آذان تسمع وتكتب وتقرر مصيرك، خالية من الحروب واستنزافها المادي والمعنوي. لكن الذي تفاجأ به العراقيون جملة من المشاكل المعقدة التي تطلبت لأجل حلها إعطاء تضحيات كبيرة لا تعد ولا تحصى، والأغرب استمرار معاناة المواطن، لا بل زادت المعاناة بدرجات أعلى، خصوصاً وهو يرى أحلامه بهذا الوطن المعافى تتلاشى. فلم تكن التجربة ولا النموذج على خير ما يرام، فالأساس الذي بنيت عليه الدولة الجديدة غير قادر على تحمل الأحمال الثقيلة التي ألقيت عليه، فقد ذابت الآمال مع أول مفخخة حصدت مئات الأرواح ناتجة عن فشل أمني غير مبرر، وانتهت مع الانفلات والفوضى التي سادت شوارع المدن العراقية التي بكل الأحوال أفضلها سيء. مشكلة النظام السياسي بعد 2003 أن القائمين على هذا النظام امتازوا بأمزجة وسلوكيات غير مستقرة، إضافة إلى الأمية السياسية التي يمتازون بها، فهم عاجزون عن توظيف الأحداث لمصلحة العراق. قد يتصور البعض أن هذا القصور متعمد، لكن مع مرور هذه السنوات أثبتوا بالدليل عدم قدرتهم على إدارة الدولة. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي: عندنا في العراق حين يعود الحرامي المعفو عنه إلى أحضان وطنه الحبيب، لا يعود صاغرا متأطئ الجبين يريد أن يستر نفسه فيختبئ في منزله خائفا أو خجلا من جرائمه وفضائحه السابقة، بل تعيد إليه الجهات العليا الاعتبار وتقحمه إقحاما على البرلمان نائبا محصنا من كل مساءلة، حتى بعد أن ترشح وفشل في الحصول على أصوات تمنحه النيابة والحصانة. ليس هذا فقط، بل يتصدر هذا الحرامي المعفو عنه شاشات الفضائيات مدافعا عن النزاهة والشرف والوطنية، وباكيا بحرقة على المال العام، وشاكيا من مسؤولين كبار خانوا الأمانة واستغلوا الوظيفة وتلاعبوا بالمشتريات. علمنا الزمن أن الدول الحقيقية التي تحترم نفسها عودت أهلها على أن تعطي الحقائب الوزارية لمن يناسبها ويستحقها بجدارة. فوزارة النفط مثلاً تمنح لخبير في المجال وله باع طويل في شؤونه المحلية والإقليمية والدولية، ويفضل أن يكون قد أعطى المكتبة مؤلفات عدة عن صناعة النفط أو تجارته. كما أن وزارة الصحة تعطى لأفضل الأطباء وأكثرهم كفاءة، والزراعة لأهم علماء الفلاحة والبيئة، والداخلية لشرطي قضى ثلاثة أرباع حياته في شؤون الأمن وهمومه، والخارجية لأفضل الناس لباقة وشياكة ودبلوماسية، وأكثرهم قدرة على صنع الأصدقاء. كل هذا يحدث حين تكون الدولة دولة والحكومة حكومة والبرلمان برلماناً بحق. أما عندنا فعلى امتداد الزمن الطويل الثقيل منذ 2003 وحتى اليوم، لم يتوقف الوزراء والنواب السابقون واللاحقون عن الحديث علناً ودون حياء وعلى شاشات التلفزيون عن مليارات مسروقة، وعن آلاف الموظفين الفضائيين، وعن رشوة أو استغلال وظيفة أو استحواذ على أرض حكومية بقوة السلاح، أو شراء مبنى حكومي دون مزايدة علنية وبسعر مغشوش، أو تنفيع أحد الأقارب أو المعارف أو المحاسبين. ولكن في أزمنة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء المتدينين في مدى 17 سنة من الخراب، كان المشكوك بأمانته ونزاهته وذمته يكرم ويكافأ ويعين نائباً لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو وزيراً للمالية أو للخارجية أو للداخلية أو الدفاع. يضيف الكاتب: المشكلة أن التركة ليست ثقيلة وحسب، بل هي أقرب إلى المستحيل ما دام السلاح بيد المتمرد المستهتر الجاهل القاتل المحترف، وما دام المال بيد الحرامي المتمرس في الاختلاس،
وما دامت عمائم الجيران الشرقيين والشماليين هي التي تدير الوطن وتحمي الجلاوز واللصوص وأصحاب السوابق والجرائم المخلة بالشرف. تشكلت حكومة مصطفى الكاظمي بصعوبة بسبب ارتباك المشهد السياسي لحكومة المنطقة الخضراء الذي نتج عن ثورة تشرين، حيث أسقط ثوار العراق حكومة عادل عبد المهدي، فيما لم يتمكن المكلف بعده محمد علاوي من تشكيل حكومته رغم كل المحاولات التي بذلت لتسويقه. وقد عودنا المشهد السياسي العراقي أن كل حكومة تتشكل يرافقها حملة تجميلية واسعة لتسويقها للشعب العراقي، مرة بموضوع مكافحة الفساد والقيام بالإصلاحات كما يفعل الكاظمي. مقال للكاتبة ولاء سعيد السمرائي في مجلة الجاردينية. إن العراق ليس بلداً فقيراً لكي تقدم له المساعدات، بل إن له ميزانيات ضخمة منهوبة من الفاسدين وثرواته أيضاً من دول الاحتلال كلها دون استثناء. هذه الدول التي تهرول بإعلان المساعدات والاستثمارات تنهش العراق منذ 17 عاماً، ولن تبني العراق وهي معاول تدميره والانقضاض عليه دولة وشعباً، وكل همها إنقاذ واجهتها السياسية وعمليتها الفاسدة الموكلة إلى الأحزاب التي جاءت معها والميليشيات الولائية التي تكره العراق مستقلاً بعيداً عن استعباد إيران. لم تعد العملية السياسية وبرلمانها الأخير المنتخب بأقل من 20% الذي هتف نعم نعم سليماني متآكلان فقط، بل حتى وعود دول الاحتلال نفسها التي لن تتمكن إطلاقاً ومهما فعلت من إنقاذ العملية السياسية التي أخذت كل مدياتها في الكذب والخداع والتزييف والفساد، وبالأخص في تدمير العراق وتفتيت نسيج شعبه وتسليمه إلى الأجنبي وتهجير أهله بالملايين ووضع الآلاف منهم في السجون وتخييب آلاف واختطاف الشباب وقتلهم في ساحات التحرير. كل هذه الأساليب كانت مجدية نوعاً ما قبل ثورة تشرين، لكنها فقدت كل تأثير يذكر ولم تعد قادرة على الإقناع. تقول الكاتبة إن الدول التي تعد بالمساعدات تقف بالضد من ساحات التحرير ومن مطالب الشعب العراقي بالحرية واستعادة العراق، لأنها تريد إنقاذ الفساد والنهب والتدمير، وربما من الأفضل لها أن تقف على الحياد لتكفي العراقيين شرورها، فشباب هذا البلد متأهب ومستنفر وله مطالب وجودية تجدرت في وجدان كل عراقي من عمق الآلام التي كبدها منذ 17 عاماً. وافق البرلمان المصري بالإجماع في 20 من تموز/يوليو على نشر الجيش خارج البلاد، ما قد يؤدي إلى نزاع مع الجيش التركي داخل ليبيا، مع العلم أن نتيجة تلك المعركة إذا حدثت غير معروفة، وسيدق نشر القوات المصرية لدعم ميليشيات خليفة حفتر ناقوس الخطر لصراع أطول من أجل الهيمنة داخل المغرب العربي، ما يضع الجزائر أكبر دولة في إفريقيا في وضع صعب بحسب تقرير لموقع المونيتور. مع دخول عدد من المقاتلين في الصراع، فإن احتمالات أي اتفاق يتم التوصل إليه بوساطة إقليمية يؤدي إلى استقرار دائم تبدو باهتة بشكل متزايد. وبالنسبة إلى الجزائر وتونس، فإن الصراع يقترب من الحدود الطويلة مع ليبيا الممزقة، ولا تزال تونس التي تعاني بالفعل من خسارة شريك تجاري رئيسي تعاني من إغلاق الحدود الذي يوقف تدفق الدخل. أما الجزائر فيتعين عليها أن تنفق قدراً متزايداً من خزائنها المتقلصة في دعم عشرات الآلاف من القوات المتمركزة على طول حدودها التي يبلغ طولها نحو 600 ميل مع ليبيا التي دمرتها الحرب. وعلى الرغم من ثقلها الدبلوماسي، إلا أن قوة الجزائر في المقام الأول تكمن في تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة، وكما أوضح جليل حشراوي من معهد كليغلاند الهولندي، فإن الدبلوماسية الجزائرية كانت تتكئ إلى حد ما على أمريكا في المنطقة، ولكن ومع تراجع النفوذ الأمريكي تبدو الجزائر ضعيفة وسط تحركات من قبل الأطراف الإقليمية نحو تصعيد ساحق. وفي الواقع لم يتم اختبار الدبلوماسية الجزائرية في أزمة جيوسياسية معقدة أو دولية مثل ليبيا، وعلى الرغم من أنها تعاملت مع مشكلة مالي في الماضي، إلا أن الأمر لم يكن في حالة من التخبط كما هو الآن. ولكن التقرير بأن الجزائر ستكافح دبلوماسياً لاحتواء الدوامة المتنامية خارج حدودها، كما أن نفوذها
ما زال قائما. وأشار الموقع في تقرير سلط الضوء على مخاطر التحركات المصرية غير المدروسة إلى أن الجزائر ظلت على الحياد بشكل عام منذ بداية الأعمال العدائية في ليبيا، وسعت للتوسط بين الأطراف المتحاربة في أحد أطول الصراعات في العالم، ولكن لم يحدث أي انفراج دبلوماسي بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الثورة التي شهدت الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي. تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها عن إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء والوسائل المناسبة لتوفير بيئة آمنة. بعض العلماء يحذرون بشأن وجود أدلة مزايدة على انتقال الفيروس عبر الهواء، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية على أن انتقال الفيروس عبر الهواء يأتي عبر رذاذ دقيق يحتوي على فيروسات معلقة تظل حية لبعض الوقت، وتحملها تيارات الهواء لمسافات أطول من متر واحد. ولفتت الصحيفة إلى أن قطيرات الرذاذ تحتوي على عدد أقل من الفيروسات مقارنة بالقطيرات الناتجة عن التنفس، ولكنها لا تسقط بسرعة على الأرض، موضحة أن منظمة الصحة العالمية لا تستبعد وجود حالات انتقال للفيروس حدثت بأماكن مغلقة مزدحمة وسيئة التهوية. واستدركت إلا أن هذا يمكن تفسيره بانتقال الفيروس عبر قطيرات كبيرة من أفراد على مقربة جسدية من بعضهم البعض وليس عبر الهواء لمسافات طويلة. ونقلت الصحيفة عن ديفيد هيمان أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية بمدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة ورئيس المجموعة الاستشارية التقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بالأخطار المعدية، نقلت قوله بأنه لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء لمسافات طويلة. وتقول الصحيفة إن منظمة الصحة العالمية قالت في رسالة مفتوحة إن 239 عالماً أثاروا مخاوف بشأن انتقال الفيروس عبر الهواء بما في ذلك لمسافات كبيرة. قال أخصائيون في بريطانيا إن السمنة تزيد من مخاطر الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا، وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنه بعد مراجعة الدراسات الحالية فإن الوزن الزائد يضع مصابي كورونا في خطر أكبر من المعاناة والحاجة إلى دخول المستشفى أو العناية المركزة. وبحسب البي بي سي فإن هذه النتائج تأتي استباقا للإعلان المتوقع من الحكومة البريطانية عن إجراءات جديدة للحد من السمنة. ونقلت الشبكة عن الطبيبة أليسون تيدسون كبيرة خبراء التغذية في هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الأدلة الحالية واضحة، وهي أن زيادة الوزن أو السمنة تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.